انا من اول قاعد اتفرج هنا ومنقر منقر مره مره منقر. تدرون ليه؟ لاني قاعد اشوف حلقه امس. حلقه امس ايوه لما عمنا شلشبيل جاء وفتح مطعم. شوف هذا المطعم حقي وهذا مطعم عمنا شلشبيل اللي ما يستحي جاء فتح مطعم واخذ كل القرويين منه. شوف ما صاروا يجونا ولا اي مستمر مستانس. انا كنت فرحان في البدايه قلت انه بيدينا مدامت بس ما ادانا دامت واخذ كل القرويين واحنا الان مطفرين انا وماري مره مطفرين مطفرين. شوف 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 الصندوق فاضي ما عندي غير هذه 29 حبه هي الوحيده وجعان وما عندي اكل غير تفاح والتفاح هذا ما ابغاه ابغاه اذا جو وحوش اقدر اكل التفاح هذا فماني عارف ايش اسوي والله والله ماني عارف ايش اسوي والله والله ما ادري. لويجي شكلك بتصير فقير للابد. لا لا يا لويجي لا انت قد يا لويجي انت تستطيع انت يمديك تصير اغنى واحد في العالم بس لازم تشوف حل لازم تشوف حل. بنروح نكلم نكلم مين؟ نكلم عمنا الشبير نقول له عطره عطره من دامد ولا ترى والله بفجر محلك. ايوه خلاص بروح اكلمه والله اقول له معليش عمنا الشبير ما ينفع كذا مره ما ينفع انت تاخذ كل القرويين خلاص احنا بنبيع برجر وين نبيع برجر وين. والصراحه هو البرجر طلع حقه مره طعم يا ماريو شوف الصندوق تذكر ماريو تذكر ماريو سكويس ماريو نايم ما يدري يا خليت تسوي كذا حرام اشتغلت فيني يا خلاص يا خلاص عمر الشاشبين يا عمر الشاشبين لا تشتغلت على ماريو اشتغلتك على ماريو تعال ويجي تعال كويس كويس انك طلعت مو زي ماريو الجبان ما يبغى يطلع شوف تدري حتى بالمطعم في دايموند كثير بس ما قدرت اشيل لانه ما عندنا صندوق واحد. اروح اشيل عنك لا ما تقدر اصلا حاط هناك كلاب وحاط هناك وحوش يحرسون المطعم لاني عارف انك راح تروح تاخذه. انا عرفت شيء اكتشفت شيء يا عمر الشبيل انت بخيل يا عمر الشبيل صح ولا لا؟ انت بخيل ما تبغى تدينا دايموند الا انا ذكي هذا الفرق بيني وبينك انا ذكي كذاب بخيل ما تدينا من دايموند حقك. طيب خلاص انا بروح خلاص طيب والله مشكلة ما يبغى يدير الدايموند والله الشكل عندي دايموند مره كثير انا اروح اكلم ماريو. يا ماريو يا ولد يا ماري ايش اسوي يا ماري والله احنا فرطه يا ولد الله يعيننا خلاص بنصير فقراء ماريو والله والله قرنا يعني دحين خلاص احنا مطعمنا شكل بيقفل الابد لان عمنا الشبيب صار مطعم رقم واحد في القريه كامله ما كل قرويين ابغى اشتري من الشبيب نسوي شيء ثاني يعني بس نقدر وش نسوي محل عصير تدري نسوي محل اي شيء تدري المطعم كان يدينا دايم برا كثير بس خلاص ما نقدر ابدا انا اول حاولت ابيع عصير تفاح قالوا زين القروي قال لي انت معفن عصير تفاحك معفن عما الشبيب يسوي عصير اناناس وعصير حشه جميله وحركات يبيع كل شيء عشان شبيه صاير طيب. ما ادري يابا كل الدايم مدري وكتشفت شيء يا ماريو شيء عمنا الشبيه تراه طماع وما يبغى يدي احد دايم اعرف انه طماع من زمان اعرف انه طماع ما كنت تدري انا مش على نياتي ما كنت تدري ما تعرف هو اصلا واضح طماع من يوم انه اصلا سوى الحديقه حقته المزرعه حقته قدام بيتنا. اوه والله مشكله خلاص بس اسمع احنا لازم نشوف حل وتدري شنو الحل انا عارف اذا نحتاج دايم لازم نسوي لنا مطعم مزدوج مطعم ماري ولويجي المزدوج اسمع صح مشكله انت ما حد يتفق معك انت ما حد يتفق معك خلاص بروح خلك مطفر وانا مطفر خلاص لا خلاص ولا عندك الباب ولا عندك الباب بس مره واحده الله يخليك بس مره واحده ما اسمعك ايش في ويجي بس مره واحده خلاص اسمع انا موافق على سالفه المطعم المشترك والله خلاص حتى خذ انت خذ ثلاث ارباع دايما في البدايه وبعدين انا اصير لا ما في ثلاث ارباع ولا خرابيط هذه انا ما عندي لازم تجيب دايما كثير كيف بسوي مطعم كيف بسوي مطعم كبير لازم نروح نجيب دايموند من وين نجيب دايموند من الكهف يا حبيبي من الكهف نروح الكهف حقنا خلص ما عاد في شيء والله مشكله صح بس خلاص اجل اسمع نروح لوين ما هو الكهف حقنا نروح في كهف ندور على الكهف مزبوط نلقى فيه دايموند كبير ونسوي لنا مشروع كبير عارف كيف لا يا حبيبي لا انا ما تخفيك التجربه كلها سيئه انا اروح ادور كهف نروح ندور كهف جديد انت اخر مره وديتنا كهف تذكر ايش لقينا علمني ايش لقينا لقينا عناقب وحياه وافعى ومدري ايش وشخ معفنه الكنز الموجود
موجود فيه نسيت اطيب. والله صح كان في كنز بس عادي خلاص اسمع جيب جناحك ولا معك جناحك ولا اسمع انا اللي جناحك اجي خلاص يا حبيبي خلاص المستعد يعني مستعد معك تروح كل شيء معك الله الصراحه اسمع بقول لك شيء يا اخوي انا الصراحه امرش الشبيت جاء واخذ الدجاج حقي كله وما عندي اكل لازم تجيب لي اكل من بيتك لو سمحت سكم يلا يا ماري تعال يا ولد والله تعبنا من كثر من دور يا اخي والله من اول قاعد ادور ساعدني طيب ساعدني ما في ولا كاف فينا يا اخي والله مشكلة ما فيني قايل لك عندي كاف بس الله. انت تعيد تروح على لا 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 انت كافك هذا مشكلة هذا كافك مصيبة انت دائما تحط الكوف في افخاخ وفيها مشاكل لازم ندور هنا انا متاكد ان هنا في كاف تلقى في دائما مرة كثير لا يا حبيبي الدور ماريو تعال شوف دقيقة تعال شوف تبي لا شوف كترني ما شاف اسمع ماري اسمع الولد انظر فيني اسمع نزل الجناح حقك بسرعة والبس الدرع حقك بسرعة لأن هذا التنين خطير ما ابغى حرب طيب اسمع انا بشرح لك ايش فيه هذا التنين ترى عنده كنز شوف الذهب اللي عنده شوف الذهب هذا ذهب الاصفر هذا كله ذهب وعنده صناديق عنده صناديق كثير هذا الظاهر بيكون عنده كنز مرة كبير يا اخوي لو نقضي عليه ناخذ الكنز هذا كله وناخذ الدايموند ما يحتاج نروح كافي يا حبيبي بصير ماريو مشوي بس خلناكل الان واسمع خلنا نطب عليه ونقضي عليه انا وانت مع بعض يصير احنا ما حد يشوي منا ونجيب الدايموند ونسوي المطعم حقنا نعمل ايوه اكيد بس انتبه ترى والله مره قوي لا تتهاون فيه هذا التنين ترى ما عليك انا ماريو البطل انت مستعد ابجي بسوي له ضربه مباغته وانت خلك وراي يلا 1 2 3 تعال يا تنين التنين اللي ما تشتي تعال بسم الله الرحمن الرحيم والله شكله مو داري عني لا قام يطير موت يا تنين قاعد تنظري ماريو وينك يا ماريو لا اكل اغراضي لا السيف حقي هذا السيف حقي يلي ما تستحي لا يا ولد والله اصبر يا الله اسمع تعال ورا يا ربي يلا بسم الله هذا ايش يسوي هذا والله شكله من حشرينا بسم الله الرحمن الرحيم تعال يا تنين يلي ما تشتي تعال ورا ادفع معك تعال يا تنين يا حقير والله رمى يد الاندرمان يد الاندرمان فقدتها انتبه راح عليه اضرب بسم الله الرحمن الرحيم انتبه ماري تعال يا ماري تعال حركني بسم الله يا ولد الرحمن الرحيم لا ماري اسمع يا ولد والله طاحت يد الاندرمان انا كنت استخدمها عشان اج بس هو كلع مدري ايش اخذ من يدي والله لازم اسمع انا اتوقع انه ما يقدر يطلع من تحت الشجره هو منحش تحت الشجره عشان كذا اقدر اقنعه بس اسمع فرصتنا يلا خلنا نستغل الفرصه يلا تعال بسرعه خلنا نقضي عليه اكل الشجره طلع لا لازم نقضي الكفاح بسم الله الرحمن الرحيم يلا تعال يا تنين تعال شكل في البحر والله لازم نقضي عليه الان اضرب يا حبيبي اضربه تعال يا تنين يا شرير تعال لا يكني ترى ياكل والله ما يقدر يطير شكله غرق لا بتين لا يا ولد بسم الله الرحمن الرحيم والله تموت ايه كف عليك كمان ليكلك يا اخوي ليكلك ما عليك والله قضينا عليه والله الحمد لله والله يا ماري الصراحة انا اشهد لك انك انت قضيت عليه انا كنت خايف الصراحة طلع ماري اخوي القوي والله طلع ما شاء الله تبارك الله خلنا نقطع هلا والله هذا قلب التنين هذا يسوى كثير ترى نادر قلب التنين انا قتلت طيب تقاسم ترى في قلب واحد مين ياخذه مين علمني انا اخذه مين ياخذه غيري علمني خلاص انا اروح اذبح تنين ثاني واجيب قلب ثاني انت بشكل انت اصلا نسيت اصلا
احنا جايين عشان ايش؟ احنا جايين عشان انا راح اجيب الداونلود يا حبيبي بس دقيقه وخر النيران وخر النيران وخر النيران هذا كله وخر انت بنت من النيران كل مكان علي ولا بنت معلش لازم نجي من هنا لا 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 طفيره طفيره انت جيتك وطفيت الداونلود سنتين بس سنتين خلنا ناخذ الكنز انا باخذ الكنز قبلك يا حرام اخذ الكنز قبلك قول والله بالكنز انا بالكنز لا لويجي وش صار عليك لا بسم الله الرحمن الرحيم وش هذه الحفره ما اقدر اشوف فيها شيء لازم انزل شوي عشان اشوف لويجي لا 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 اخوي لويجي لا كيف طلعت كذا لويجي تحرك امانة تحرك لويجي الله يخليك تحرك يا ربي هذا الدم اللي جنبه لا لا مشكلة ما اقدر انزل يا ربي ايش اسوي الحين لويجي يا ربي ليه ما انتبهت على الطريق ليش 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 يا ربي ايش اسوي الحين لازم اجيب مساعدة لازم ما اقدر اخليك كذا طايح والدم كذا حوالي ينزف كذا كثير بعدين يموت لويجي امانه تكلم معي تكلم لويجي امانه تكلم بس تكلم هز راسك حرك راسك امانه يا ربي ما يتحرك ما يتحرك ما يتحرك لازم والله اروح اجيب مساعده بسرعه لاخوي لازم والله اجيب مساعده لازم اروح بسرعه يا ربي يا ربي ليش صار كذا ليش ليش ساعدوني يا ناس يا ناس موجود عندنا اخوي طاح امانة ساعدوني يا ناس وينكم امانة في احد هنا بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي انا وين انا وين وش الحفرة ذي انا طحت في الحفرة ذي والله ما اتذكر ما اتذكر شيء فقدت الذاكرة الظاهر اني كنت بروح كنز يا ربي يا ربي دمي 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 بسم الله والله هذا دمي اعوذ بالله خلنا ناكل خلنا ناكل خلنا ناكل تفاح خلنا ناكل تفاح بسم الله الرحمن الرحيم لا لا الحمد لله الحمد لله حسيت بديت استعيد عافيتي بسم الله استعيد بسم الله والله ما اعرف كيف اتكلم لاني تعبان بس الحمد لله الحمد لله انا وين وش الخفاش هذا وخر يا خفاش وخر انا وين وش الحفره ذي انا ليش طحت هنا انا ذكرت كنا حرب تنين احنا كنا حرب تنين والله ما ادري ايش صار ما ادري ايش صار اخوي ماني شكله برا انتظرني ولا حسب ان مت والله لا 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 مشكله ايش المكان هذا الغريب بسم الله بسم الله وش هذا هذا الظهر سكلتون هذا بسم الله الرحمن الرحيم الظاهر الظاهر انه مكان مخيف والله بسم الله الرحمن الرحيم هذا هذا هذه حفره التنانين الظاهر حفره التنانين بسم الله الرحمن الرحيم وش هذول هذول الناس شكلهم طاح في الحفره ما قدروا يطلعون واحد اثنين ثلاثه هذا ميت هذا نايم شكله كان نايم من الجوع هنا بس الحمد لله الحمد لله المي اكل انا الحمد لله خلنا نشوف الصندوق هذا شنو والله شكله هذا هذا شكله كنز كنز حق 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 التنانين هذا بس والله انا خايف 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 بسم الله الرحمن الرحيم خايف من المكان هذول ليش ميتين هنا سكلتون الظاهر في شيء شرير في شيء شرير في المكان هذا في شيء شرير انا خايف والله خلنا ناكل تفاح بدنا نفتح الكنز ولا يكون في فخ ولا حاجه يطيح لي شيء من السقف الله يستر يلا واحد اثنين ثلاث بسم الله الرحمن الرحيم والله اني عارف في شيء والله اني عارف انا بس سويت نفسي اني بفتح الصندوق وينك يا زومبي وينك وينك مسوي استنانا تحت الصندوق عشان تاكلني انا عارف وينك يا زومبي بسم الله الرحمن الرحيم يلا يلا انا بقلب الزومبي بقول له واحد اثنين ثلاثه بفتح الصندوق ما يدري اني ما فتحته يلا واحد اثنين ثلاثه انا والله اني عارف والله اني عارف انكم جون تستنوني اخذ الصندوق عشان تاكلوني يلا بس كلني ما كنت اشتريت الدوري لو اوريكم وخر عني الزومبي وخر عني موت هذا الزومبي صغير مره قوي بس الحمد لله خلاص ذبحته من الان الزومبي لا والله لسه باقي واحد زياده يعني ما تشتبه تعال موت بالبو اي بالقوس يا حبيبي قضيت عليه الحمد لله بس خلنا نشوف الان الصندوق ايش فيه يلا واحد اثنين والله اني عارف والله اني عارف خلنا نشيل هذا الحين ماني بيستانس عليه بس والله الحمد لله نفرح من الاحباب انا المفروض اني والله قوية كنت بموت خلاص شوف الدم هناك موجود كنت بموت بس الحمد لله اني الان قدرت اطلع خلنا ناخذ الصندوق الان ونطلع فوق يا حبيبي وان شاء الله نلقى ممر يطلعنا برا يلا حبيبي اهرب والله شوف في سكرتي كثير والله يخوفوني كثرهم يا حبيبي اهرب يا حبيبي اهرب يا الله الحمد لله خلاص طحت
والله بعد تعب 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 الصراحه، المكان مره مره كبير، طلع مره كبير، بس الحمد لله استخرجت هذا الكنز، ولازم اروح القى اخوي ماري واقول له يا اخوي شوف شو لقيت شوف لقيت كنز كنز حق التنانين، والله في دايموند جولد وكل شيء وتفاحات وطور كثير، هذا حتحمينا من الوحوش كله يا حبيبي. خلاص احنا الان بنصير اغنياء ونقدر نفتح المطعم اللي نبغاه. ايوه بس وين اخوي ماريو؟ انا من عارف وين اخوي ماريو؟ هذا ماري يبكي. كثير يا اخوي تحبني شكلك تحبني مره احبك احبك واكرهك في نفس الوقت احبك واكرهك ما ادري كيف تحبني تكرهني في نفس الوقت الله يهديك احبك يوم تكون زين واكرهك يوم تكون من قبر ما شاء الله تبارك الله ليش تسوي قبر زي كذا حطور ما شاء الله تعلمني يا حبيبي خليك تبقى قبر تذكار هنا في 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 مكان موت التنين اللي قتلنا انا وياك يا حبيبي اسمع اسمع تعال انت ما تبغى تصدق ما راح تصدق ابدا وش لقيت تعشوا تعشوا مستعد تشوف هذا كنز التنانين لقيت تحت في ناس ميتين ومكان مرعب مرعب كان الصراحه بس الحمد لله طلعت الحمد لله هو شوف ايش لقيت فيه تعال شوف شوف واحد اثنين تعال شوف شوف يا حبيبي بس كان خطف التفاح الصراحه كان في تفاح كثير والله خلاص كثير ايوه لا ما خلاص خذ خمسة خمسة هذا التفاح مرة غالي مرة غالي تدخل خمسة الحبة تسوى كم تسوى 90 جولد مدري كم مدري كم يا حبيبي اذا تبغى تفتح محل لازم تجيب زياده الصندوق خمس مرات لازم نروح نجمع زياده فالان ورانا شغل كثير انت الان شيل الصندوق يا حبيبي وخلنا نروح ندور على كهف ثاني ونجمع دائما اكثر اكثر ايوه عشان نسوي مطعم مره كويس مو كهف اللي صار فيك لا خلاص طيب يلا الحين نروح للكهف اللي انت تبغاه نروح للكهف اللي تبغاه بس دقيقه يا حبيبي خلنا نجي الصندوق هنا ولا اسمع يا مال انشيل والله عشان تعبان لازم تعبان انا بس الجناح يا حبيبي ونروح للكهف حق ماريو اللي يبغاه ماريو ونجمع دائما كثير وانت يا حبايبي لا تنسوا تحطوا لنا لايك والاشتراك في زر التنبيهات نشوف حلقة ثانية مع السلامة. مع السلامة يلا يا ماري تعال يلا